مشاهدينا المزيد من المتابعة ينضم إلينا من أمام قصر الإليزي في باريس أستاذ خالد شقير مراسل إكسترا نيوز للحديث عن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا. خالد أرحب بك معنا في هذه الجولة الإخبارية، مزيد من التفاصيل من فضلك عن جدول زيارة الرئيس إلى فرنسا، تفضل خالد. تحياتي دانا ليك ولكل السادة المشاهدين. وصل بسلامة الله إلى فرنسا ومن مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، وهذا لبدء زيارة إلى فرنسا سيشارك من خلالها في قمتين. القمة الأولى هي قمة لمساعدة السودان وإلغاء بعض من بعض من العقوبات التي كانت يعني حصلت عليها السودان، ودعم السودان في هذه المرحلة هو دعم هام جدا، وأيضا لمساعدة الاقتصادات الإفريقية. سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه القمم أو قمتين مع نظيره الفرنسي يوم الغد الرئيس إيمانويل ماكرون. هذا اللقاء سيدخل في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين ودعم والاتفاق على كثير من القضايا الإقليمية والدولية. يتخلل أيضا يعني لقاءات ثنائية في هذه الزيارة مع بعض من القادة الأفارقة وأيضا القادة الأوروبيين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع هنا بشعبية جارفة نظرا لما تقدمه مصر من رؤية خاصة بالقارة الإفريقية. هذا ما كان قد أكد عليه عندما كانت مصر تترأس الاتحاد الأفريقي وأرسل رسالة فيها إلى دول شمال المتوسط بأن دول جنوب المتوسط التي تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة يجب مساعداتها، ويجب يعني تضييع الفرصة على من يستغلون شباب جنوب المتوسط ودول الساحل والدول الإفريقية بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية واستخدامهم في الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. هذه المشاكل التي تبدأ من جنوب المتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي دق فيها ناقوس الخطر في 2019، وها هو الرئيس إيمانويل ماكرون يستخدم هذه الأجندة وهذه الخريطة، خريطة الطريق التي يعني وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيقها على أرض الواقع. فرنسا تربطها علاقات استراتيجية بمصر على وجه التحديد وأيضا بالدول الإفريقية، ولها تاريخ مشترك ولها يعني أسباب تدفعها، أسباب تاريخية وأيضا أخلاقية لمساعدة هذه الدول التي تعاني من جائحة كورونا وأثر الاقتصادية لجائحة كورونا. إذن هذا اللقاء سيكون مثمر وسيكون لقاء هام جدا تخرج عنه الكثير من القرارات والكثير من الأرقام لدعم اقتصاديات الدول الإفريقية من ناحية، ودعم السودان الشقيق أيضا الذي الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تواجده والعلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا من جهة والعلاقات الأخوية بين مصر والسودان من جهة أخرى سيدعم هذا الملف لإلغاء الفوائد على الديون التي ترهق السودان في هذه المرحلة التي تحاول فيها السودان الخروج من هذا المأزق وتقديم المساعدات للدول الإفريقية. يومين في انتظار طبعا هذا التواصل وهذه المشاركة المفيدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا ستصب في صالح الدولة المصرية والقارة الإفريقية، وبالطبع أيضا من خلال المساعدات التي ستقدم وأيضا من خلال العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا ستعود بالنفع إلى الدولة الفرنسية أيضا. بالتأكيد خالد أشكرك على هذا الرصد وكل تلك المعلومات والتفاصيل، وبالتأكيد سنتابع معك على مدار اليوم كل ما هو جديد. أشكرك زميلي خالد شقير.